رح نتعرف أنا وياكم اليوم على الفنان أحمد سعيد، فنان متعدد المواهب. من إحدى مواهبه النحت على الشجر، واللي أكيد منكم كتير ما سمع عن هذا الفن. خلينا نتعرف سوا على الفنان أحمد سعيد وموهبته. سيد أحمد، في البداية يمكن الناس بتسمع عن النحت على الحجر، بس ما في ناس كتير بتعرف في نحت على الشجر، عرفنا على هذا الفن. هو النحت إجمالاً من أقدم الفنون اللي عرفتها البشرية، حتى يعني يقال إنه أقدم قطعة نحتية تجاوز عمرها 30 عام. بالنسبة للنحت على الخشب، لا، موجود وفي مدن كثيرة، يعني في أريحة موجود، في عمان موجود. طب هلأ سيد أحمد، أنت لما تنحت على الشجر لازم يكون في شجر معين حتى تنحت عليه، ولا أنه عادي أي شجر ممكن يعني تستعمله وتنحت عليه؟ لا، زي ما حكيت لك يعني قبل أنه خشب الزيتون أنا بفضله عن دونه، مع أنه في قطعة تانية تم نحتها من خشب. شو القطعة التانية؟ من خشب الجوافة. خشب الجوافة مشكلته ما بيجي قطع كبيرة، يعني بيجي قطع صغيرة جدا. هلا الموضوع اللي في ذهن النحات، خلينا نحكي، بجوز ما بينطبق على قطع من الخشب الصغيرة، فعشان هيك بحب أترجم عملي على يعني على خلينا نقول قطعة كبيرة. طب هل سبق أنك عملت أو عرضت في معارض أعمالك وصار عليها أنه ردة فعل؟ أول معرض يعني شاركت فيه كان متبنيته نقابة العاملين في المصارف، كانت هي عبارة عن 4 جداريات من الجبصين، نالت إعجاب الكثيرين، حتى يعني انباعوا، يعني ما عادوا موجودين عندي. وتاني معرض كان معرض اسمه مهرجان الحجر والرصاص، أقيم في مخيم الوحدات، واللي تم افتتاحه أيام المرحوم عبد المجيد شومان. كنت مشارك في لا يقل عن 100 عمل نحتي من الجبصين، وبصراحة كان في له إعجاب من ناس كثيرين يعني، والدليل عليه هيك إنه ما ضل ولا قطعة. ليش ما رجعت كمان إنه عرضت أعمالك بمعارض؟ ليه بس وقفت عند هذا المعرض؟ لا، هلا هي مش هي، خلينا نقول هي فترة ركود كانت. تعرف الحياة الاجتماعية عندنا هون في الأردن صعبة، يعني الفن وحده للأسف لا يكون أسرة، للأسف يعني هذا موجود معروف عندنا في البلد. فانتقلت لعمل تاني، خلينا نحكي، بس برضو ظليت مواكب لموضوع العمل لأنه موجود فيه، يعني موجود في كياني، ما بقدر أنسلخ عن كياني، يعني عرفتي كيف. طيب كمان عرفنا غير أنه عم تنحت عن الشجر أنك أنت فنان ما شاء الله عليك، يعني متعدد المواهب، كمان بتعمل من الحجار فسيفساء، وزي ما إحنا شايفين كمان هاي الكتابة كمان بتعمل منها فسيفساء. طيب احكينا عن هذا الفن اللي هو غريب من نوعه شوي ومو معروف كتير عنه. لا والله، هو فن الفسيفساء مش غريب من نوع، بالعكس، يعني فن الفسيفساء موجود عندنا في الأردن وموجود في أريحة، خلينا نحكي، وفي لبنان، يعني كل دول المحيطة في البحر الأبيض المتوسط هذا الفن موجود عندها، حتى اليونان، روما، إيطاليا. من وين بتستوحي أفكارك مثلا للنحت على الخشب؟ لا كمان أنت بترسم للفسيفساء لما أنت تعمل الحجار من الفسيفساء؟ هلا هي إجمالا كل اللوحات ومواضيعها من، يعني بستوحيها من الخيال، يعني مع احتكاكي بالناس، من خلينا نحكي بعد الواحد بتأمل، هي فترات التأمل هاي اللي ممكن يعيشها البني آدم، أو خلينا نحكي الفنان لوحده، هي هاي كافي جدا إنها تعمل عنده لوحة. طبعا نشوف من أعمالك، نشوف هون تكمل لنا القصيدة أنت كتبها اللي هي تحكي لنا إياها. هاي إحدى أقوال المرحوم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، بقول فيها: قولي صباح الخير، قولي أي شيء لي لتمنح الحياة دلالها. طبعا هاي أحد الأصدقاء طلبها مني أني أعمل له إياها عشان يحطها في البيت تاعه، وبتأخذ وقت يعني. طلبها بتأخذ وقت. أن تعمل له إياها من الفسيفساء. من الفسيفساء، نعم. أكيد من الفسيفساء. طبعا زي ما بتعرف أول إشي بتم تخطيط الكلمات وتوزيعها، يعني خلينا نحكي بشكل جمالي وبشكل متناسق، وبنبلش نقص يعني قطع الرخام اللي هي هذا رخام من الحجر مقصوص، عرفتي كيف؟ هاد بنبلش نشكل فيه ضمن الخطوط الخارجية للكلمة الواحدة.
نشوف من أعمالك الجاهزة بالفسيفساء اللي أنت مشتغلها. أوكي تفضلي. يعني مثل ما إحنا شايفين هنا إنه كيف بتخلق حالة التناغم مع الطبيعة والحجر والفسيفساء بما إنها بتدل على شكل طبيعة. هلا هو الحجر أصلاً يعني موجود في الطبيعة. ما يعني ما راح ننقص خلينا نحكي إشي من اللوحة أو ننقص إشي من الطبيعة، يعني الحجر موجود في الطبيعة. طيب هلا كمان احنا زي ما عرفنا انه انت ما شاء الله عنك متعدد المواهب، عندك اكثر من موهبه، وكمان نحكي كمان هلا في عندك موهبه العزف على العود، كمان بدنا نشوف معك وانت تعزف هلا على العود. في عندنا هون زي ما احنا شايفين انه الحفر، انت هون حافر على هذا حفر على الخشب. موجود هذا، موجود يعني في ذهن الناس، في الاثاث المنزلي برضه موجود، بيستخدموا برضه لاضفاء خلينا نحكي صوره جماليه على الديكور، الديكورات اللي لها علاقة بالخشب خلينا نحكي، هذا بسموه حفر بارز. عزف جميل جدا صراحة أستاذ أحمد، بتمنى لك كل التوفيق وجد أنك إنسان مبدع.